جو ورياح كي تفهم كي لا تحتار هذه عناصر المناخ. في أي الأجواء نتعرض لضربة الشمس؟ الجو حار اليوم، تجنبوا البقاء خارج المنزل لمدة طويلة لمنع الإصابة بضربة الشمس. ترى ما هي ضربة الشمس؟ أهي الحرارة المرتفعة جدا؟ حار، هذا الحر لا يطاق. مثلجات. ماذا تفعل؟ اتركها، شتشت، أعطني إياها سأموت من الحر. سأعطيك هذا بدل المثلجات. موافق. الجو حار والمثلجات شهية. سأجرب اللون. إنها حقاً جديدة وممتعة. واو، المثلجات منعشة. الآن سأعود إلى البيت. هذا غريب، أشعر بدوار شديد. انتهت اللعبة. هذا سيء. هل خسرت بهذه السرعة؟ هيك الكلبوش. هاتها سأريك كيف هو اللعب، فأنا خبير بهذه اللعبة. كلا، أنا ألعب بهذه اللعبة. ماذا قلت؟ هاي انظر، هناك مركبة فضائية. لقد أخذتها منك. طقوس. أنت مخادع، تعال إلى هنا كلبوش، تعال. لقد أصبحت اللعبة معي، لن يجرؤ طقوس على أخذها مني، لن يجرؤ. لدي شيء ما أتسلى به اليوم، ولكن ماذا سأفعل إن قام أحد ما بمساعدة طقوس؟ حسنا، سأقوم بإغلاق النوافذ. نعم، سأستمتع باللعب الآن. تنتون، مكعب المعرفة، أنا. لقد وجدناك في الطريق فاقدا للوعي وأحضرناك إلى هنا طقوس. كيف تخرج وتركض في مثل هذا اليوم؟ لقد أصبت بضربة الشمس. مصاب بضربة الشمس؟ الطقس اليوم غير مناسب للعب خارج البيت. أنا كنت ألعب باللعبة التي أخذتها من شتشت، وربما جلست تحت الشمس لمدة طويلة. ثم جاء كلبوش وأخذ اللعبة مني، سأستعيدها مهما كلف الأمر. كلبوش، 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 أعد إلي لعبتي. هذا غريب، لماذا يسد الشبابيك أثناء النهار؟ لا أصدق، إنه مختبئ في المنزل ولن يخرج ولن يعيد لعبتي إليه. بسمة بسمة كلمة ورسمة. بسمة 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 كلمة ورسمة. انظر إلى تلك الخيول. بني، لا أصدق، إنه قوي جدا. إنه أقوى مني ومنك. ما الأمر؟ أرجوكم هدوء، لا أستطيع أن. البرنامج التالي. بسمة 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 بسمة. اسمع،
أحد ما يتأوه بالداخل. ماذا؟ لابد أنه يدبر أمرا ما. أجل، فأنا أعرف كلبوش جيدا. ربما كان مريضا، يجب أن ندخل. حسنا، سوف نكسر الباب. هيا تنتون. حسنا. تنتون، أنت بخير؟ أنا بخير، ولكن كلبوش لا يبدو بخير، إنه مصاب بضربة شمس، يبدو مريضا جدا. تنتون، افتح الشباك. حسنا. تقول أحضر بعض الماء. حاضر. الماء، أين الماء؟ وجدته. هيا هيا. ما الذي حدث؟ لقد أصبت بضربة شمس. غريب، لقد أصيب طقوس بضربة شمس والآن أصيب كلبوش. ما هي ضربة الشمس ولماذا نصاب بها يا ترى؟ سأقول لكم. درجة حرارة جسم الشخص العادي هي 37 درجة مئوية، ولكن درجة حرارة سطح الجلد هي 32 درجة مئوية فقط. وإذا تعدت درجة الحرارة 32 درجة فإن الهواء الحار يزيد حرارة جسم الإنسان والناس سوف تشعر بالحرارة. وعندما ترتفع درجات الحرارة أكثر يصبح أثر الحرارة على الجسم واضحا، وإذا لم تتخذ التدابير المناسبة فإن أعراض السكتة الدماغية ستظهر على الجسم البشري. أعراض ضربة الشمس هي ضعف العام والدوار والغثيان وطنين الأذن. الحالات الشديدة يمكن أن تسبب التشنجات وعدم انتظام ضربات القلب والغيبوبة. في ظل التعرض لأشعة الشمس درجة حرارة الهواء في كثير من الأحيان تصل إلى أكثر من 37 درجة مئوية. التعرض الطويل للشمس لا يسمح بتوزيع حرارة الجسم فتسهل ضربة الشمس. لقد فهمت كيف أنني أصبت بضربة الشمس، ولكن كيف تعرض كلبوش لضربة الشمس وهو في البيت؟ في الواقع هناك غرف يقود الناس بسهولة للإصابة بضربة شمس، ليس من السهل تجنبه. درجات الحرارة بين 32 و36 درجة مئوية ليست مرتفعة جدا ولا يشعر الناس بالحر الشديد، لكن أثناء العمل لساعات طويلة في أماكن ليس بها تهوية جيدة أو بها رطوبة عالية لا تتوزع درجة حرارة الجسم بسهولة فيصاب بضربة الشمس. إذن قد نتعرض لضربة الشمس إن كنا نعمل تحت درجة حرارة مرتفعة وأيضا في بيئة محيطة سيئة بحرارة منخفضة. لقد قام كلبوش بإغلاق الباب والنوافذ وأصبح المنزل بلا تهوية، وبالطبع سوف يصاب بضربة الشمس. لن ألعب بهذه اللعبة بعد الآن. خذها وابتعد عني. هيا بسرعة. لقد أصبت بضربة شمس بسبب هذه اللعبة. ليس هناك علاقة مباشرة بين اللعب والإصابة بضربة الشمس، ولكن اللعب بهذه اللعبة لفترة طويلة له تأثيرات سيئة أخرى على الجسم. يجب أن نخصص وقتا للراحة. اللعب السليم لن يؤثر بسوء على أجسادنا. نعم هذا صحيح. لاحقا سأحضر إن شاء الله، ولن ألعب طويلا مثل الشمس. أصدقائي افعلوا مثلي. طقس جميل جو عليل فصل الربيع يا صاحبي جاء. مطر غزير ماء وفيع ما قد أتى فصل الشتاء. ثلج جليل برد شديد وندى تلألأ بالصفا. صنع البديع فله الثناء. شمس مشرقة ذهبية وسماء زرقاء نقية. أرض فوق ثراها نحيا. فاعلم يا لجمال الدنيا. وسحاب يسبح بسماء. برق رعد في الأجواء. صيف ذهب خريف جاء. يستقبل فصل الشتاء. ضغط جوي وحرارة ورطوبة جو ورياء.